السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا اللي متابعينا، اهلا ومرحبا بكم في قناة صناعية مصر. ان شاء الله النهارده يا جماعة هنتكلم عن التشطيب. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي ان احنا نعالج الشخ وازاي ان احنا ندويه وازاي ان انت تعمل بطانة او تعمل شغل اما تيجي تلزق عليه تيب ما ينتش معاك. تمام، بص كده بالشمس دي واحدة بس معايا. طبعا قلنا يا جماعه لازم تبطن صله. الصله، شوف كده الصوره طالعه كويسه ولا لا. قلنا الصله هيدي لك متانه وكمان هيخلي الشغل ما ينتش معاك وكمان ما يكونش فيه حبايه، لان طبعا دي بتزعل الزبون جدا. وما تكونش انت مقاسس 4 سكاكين او 3 سكاكين وخدمت الحيطه بتاعتك وصنفرت وفي الاخر يبقى فيها حبايه عاليه، يبقى كانك ما عملتش اي حاجه. انا دلوقتي اديت وش واحد اهوت. طبعا الناس هتقول انت مشطب جوتن او مذهل او كده، خليك واقف. تمام، انا جربت الشغل ده في السايبس 2000. طالما انت اسيست نظيف اشتغل في اي حاجه، ما يعني ادي الصله واشتغل عليها اي حاجه، ولا يهمك بقى سواء جيلتكس 2000 او سواء سايبس او 2000 او سواء جوتن، ما يهمكش من اي حاجه. ده اللزق اهوت حديد ولا بيطلع اي حاجه. وعلى فكره ده ابو العزم، يعني من اشد اللزق اللي موجود في السوق. تمام، انتوا سامعين صوت اللزق اهوت اهو. لما بتيجي بقى حضرتك ببطن بطانه تكون البطانه ضعيفه، البلاستيك بيعمل زي بودر وبيفصل الفينش عن التشطيب. فلما حضرتك بتيجي تلزق التيب وتيجي تشيل، يقوم البودر فاصل من البلاستيك، لان البلاستيك الاخراني اكريليك، فبيقوم طالع معاك قشره واحده، تلاقي البلاستيك طالع معاك في الحيطه كلها اهو. تمام، مفيش اي حاجه حصلت ولا اتاثرت. اقرب لكم الصوره. اهو يا جماعه اللزق اهو ماشي اهو. اهوت انا بلزق بقلب جامد، لان انا عارف انا مؤسس ايه وعارف انا عامل ايه. تمام، لو جيت دهنت اي مكان من ده دلوقتي ولا هيحصل اي مشكله. تمام، جرب الحكايه ديت في السيرفس 2000 او في شغلك العادي. اسس صله واشتغل سيرفس 2000 او جلتكس 2000 او على حسب ما انت بتشتغل، مش لازم الجوتن، وشوف الشغل هيعمل معاك ايه. ما تجيش تحكم او تشتغل من قبل ما تجرب. وانا قبل كده عملت لكم تجربه عملي ودهنت قدامكم ووريت لكم في فيديو صغير انا عامله قبل كده حوالي دقيقه او دقيقتين، ووريت لكم ان هو الحمد لله ازاي ما بينتش. وان شاء الله برضه هتيجي فرصه، وكان معايا فرصه قريب بس للاسف ان انا ما صورتش، كنت برضه شغال بسايبس 2000 وكنا شغالين الحمد لله ما فيش اي مشاكل اهوت ولا في اي حاجه. تمام، ولا الحيطه اتاثرت. طالما اللي تحتها جديد يبقى ما يهمكش من اي حاجه. تمام، طالما اللي تحتها جديد الله يخليك ابو شمس، يبقى انت تشتغل بقلب جامد وما تبقاش انت طول الشغلانه خايف ان انت تيجي تشتغل. طيب الحاجه الثانيه برضه اللي بتخلي البلاستيك ينتش معاك، ان يكون فيه مكان ما خدش بطانه اصلا، يعني لسه على المعجون. تمام، او ان انت تيجي تشتغل لامع على معجون على طول. ايه؟ ما طالما واخده صله، لا انا بتكلم ما خدتش بطانه ولا صله ولا بلاستيك. بيبقى في حته مثلا ممكن زاويه، ممكن حته معينه. انت معصب كلامك في الفيديو ده بتقول ان مثلا اهم حاجه ان انت تبطن صله بعد ال3 سكاكين معجون. بالظبط كده. وما تخليش حته تفوت منك. وما تستهونش باي حته، سواء جنب زاويه سواء تحت كورنيشه في اي حته، علشان لما تيجي تطيب وجه التيب عليها ما تزعلكش. تمام، ما هو اللي بيحصل انت لما بتبطن بلاستيك، البلاستيك بيعمل بودره زيه زي المعجون بالظبط. المعجون هو بيبقى عليه بودره صنفره، لو جيت شطبت عليه لامع ولزقت هيطلع معاك قشره واحده. البلاستيك نفس المشكله، لو انت بطنت بلاستيك وعمل معاك بودره وجيت تشيل، لا
الافضل صله خام، صله ما يكونش على اي حاجه، ما تحطش عليه بلاستيك ولا اي حاجه. تاني حاجه بيوفر معاك، يعني انت هتجيب شقه زي دي كلها بسلتين صله ب 200 جنيه ولا 250 جنيه مش امر، انما عشان تحط بسله بلاستيك واحده هتجيب ارض بلاستيك في السوق ب 150 جنيه، عشان تجيب مثلا سايوة 700 بطن بيه او اكشن مثلا جيتن البسله بتعمل لها 300 جنيه او 320 جنيه. البسله هتجيب معاك 100 متر، الصله البسله هتجيب معاك 200 متر، هتفرق قدها مرتين، واقل في التكلفه واحسن في الجوده وفي الفينش. مش هتدي لك حبايه هتشتغل عليها بقلب جامد ويبقى البلاستيك كلبش في المعجونه وكلبش في الحيطه، لان ايه الصله يا جماعه بيعمل ايه؟ الصله في البدايه خالص قبل الشغل وقبل المعجون بيعمل عازل من البكتيريا، ما يخليش الحيطه يبقى فيها بكتيريا، ما يخليش الحيطه تملح، بيعمل قوه تماسك بين المعجونه وبين المحاره. دي فايده الصلر يا جماعه، ان هو بيعمل معاك قوه تماسك، الصلر بيتغلغل يخش جوه المحاره زي مسامير كده، تيجي تشتغل عليه بعد كده المعجون فبيعمل قوه تماسك بين الاثنين، وتبقى انت شغال على نظافه. لما تيجي تشتغل معجون على طول على عفره وعلى سمنت وعلى الكلام ده، بيبقى وارد جدا ان يحصل فيه بعد كده ان حاجه تفور من اقل شويه ميه، او يحصل يعني بتبقى ما فيش قوة تماسك بين المحارة وبين المعجون. لكن السيلر طبعا بعد ما بتنضف الحيطة وبترشم وكده، وهتيجي برضه ان شاء الله حلقات هنعملها نكون لسه في البداية. وبعدين عشان برضك الناس بتكسل، معناها هي ما بتاخدش وقت، يعني السيلر ما بياخدش وقت. فالناس بقى ايه يقول لك انا لسه هاخد سيلر؟ لا، ده السيلر فيه فوائد كتير. اول حاجة بيدي لك قوة تماسك، تاني حاجة بتشتغل على نظافة ما يكونش فيها اسمنت ولا رملايه تطلع معاك في المعجون. تالت حاجة والأهم اللي ناس كتير قوي ما تاخدش بالها منها، بيديلك معدل فرد أعلى بالنسبة للمعجون. يعني لو الجدل هيجيب معاك مثلا 50 متر هيفرد معاك 50 متر، لو أنت اديت سيلر الجدل هيفرد معاك حوالي 70 متر مثلا، هيزيد معاك أكتر من 20-30%. ليه بقى؟ المعجون ممكن تدفع المحارة بيشربها، إنما السيلر بالظبط كده بيشرب وبعدين بيعمل معاك لحامات. يعني إنما السيلر هيتفادى معاك اللحامات، هيتفادى معاك ان المعجونه تتمص منك بسرعه، هتبقى انت شغال بكل اريحيه، هيعمل قوه تماسك بين الاثنين. دي اهم حاجه. نيجي بقى بعد الثلاث سكاكين احنا بنحط السيلر ليه؟ لان زي ما قلنا هو بيعمل قوه تماسك بين الخامتين، فالمعجون بيبقى عامل بوضه من الصنفره او كده، فاحنا لما بنبطنه بتبقى انت نظفته من الاتربه ومن الكلام ده كله، وبعدين بنشتغل عليه، فبيعمل قوه تماسك بين السيلر وبين البلاستيك اللي هو الفينش وبين المعجون. تمام، زي ما شفنا كده ان انت بتتلزق التيب بتاعك مفيش اي مشكله، مش خايف من حاجه. انما لو جيت انت بطنت بلاستيك وجيت انت عايز تشطب بقى بلاستيك نص لمعه او ربع لمعه او اي حاجه، هتبقى انت خايف ان انت تعمل الحركه دي. ليه؟ انت خايف انه ينتش معاك، وتبقى عمال تقول يا رب استر. ليه؟ لان انت عملت حاجة في الوسط غلط، لسه البلاستيك عامل بودر معاك. تمام؟ تاني حاجة بقى هنعمل برضه فيديو بسيط نوري لكم انت ازاي اما تيجي تشتغل برولا تشتغل بها بالطريقة الصح. بس يا رب الفيديو يكمل ما يكونش الصوت قاطع. بص بقى يا شمس. برضو يا جماعة مشكلة بتقابل ناس كتير جدا لما بيجي يرول في الحيطة، الناس اللي هم مهمش في الصنعة بيجي يعمل كده يقول لك الرولة مش راضية تلف معايا. لا، انت بتزنق الرولة كده في جنب الجدل او الكزلة وبتاخدها كده واحدة واحدة. تمام. طيب الحاجة التانية بقى، انت مليت رولتك وتمام التمام، ما تجيش تقوم نازل من فوق لتحت كده. شايفين البلاستيك اللي وقع ده؟ ليه؟ لان الرولة وهي نازلة بتتعصر، فبتنزل كل البلاستيك اللي فيها، ودي بتحصل مع صناعية كمان. ما جاتش؟ قلنا يا جماعة لما بنيجي نشتغل برولة ما ينزلش بيها من فوق لتحت كده، عشان هتنزل البلاستيك زي ما احنا شايفين كده على الارض. امال الشغل ازاي الصح؟ ان وهي مليانة بناخدها من تحت لفوق كده، علشان خاطر وهي مليانة بتتعصر، طول ما احنا طالعين كده انت بتضغط عليها فبتعصر البلاستيك يتفرد معاك على الحيطة ناحية فوق، ما يبقاش ناحية تحت. تمام؟ طبعا لما بتكون عصرتها وانت طالع خلاص بيبقى هي ما فيهاش بلاستيك، فوانت نازل ما فيش اي مشكلة اهوت.
وبكده يبقى خلصنا، وإن شاء الله تنتظرونا في اللي جاي.